السلام عليكم احبتي المشاهدين والمشاهدات. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيك سيل دي شيفروي. كيك تيجي رائع. نحتاج المرحله الاولى هنايا نبيض البيض 150 غرام، وغادي نحتاجو 90 غرام ديال السكر. هما ما درنا هنا البيض، البيض مع السكر. وغادي نحتاجو 150 غرام ديال البودر ديال مسحوق اللوز. الا بغيتي ديروا مسحوق كاوكاو ديروه، الا جاكم اللوز غادي ديروا مسحوق كاوكاو. وهنايا غادي نحتاجو هنايا 20 غرام ديال بودر كاكاو، وغنحتاجو هنا 60 غرام ديال السكر كلاصي. تبع معايا الاخيرة ديال المرحلة الاولى اللي نحتاجو ليها الكيكة. هاد الكيكة هادي تجي رائعة. ومرحبا بكم في هاد الحلقة هادي وفي الوصفة الجديدة. غنحاول نغربلوهم. هادشي هي الكيكة رائعة، كيك سيل دو شيفروي. نتمنى هاد الوصفة هادي تعجبكم، وراها طريقة ساهلة. هي راه تدار بالبودر ديال اللوز، ولا ما يمكنش ليكم ديروه بودر ديال اللوز، يجيكم غالي، ممكن ديروها بالكاوكاو، مسحوق ديال الكاوكاو، ولكن من الأحسن تجي رائعة باللوز. مهم هانتوما تنغرب له بهذا الشكل هذا. نحيدو هاد ونشدو هاد البيض، البيض مع السكر 150 غرام ديال البيض، البيض ونديرو ضفنا ليه هنايا السنيدة، راه السنيدة 90 غرام، ونديرو هي في الخلاط يطلع. ومن بعد ما طلع لينا تحصلوا بهذه الطريقه بحال الثلج. نشدو نخلطوه مع هاد البودر وبشويه باش ما يطيحش لينا. هاد الابيض البيض تحاولوا ناكل ديرو من التحت للفوق، تندورو بهاد الطريقة بشوية باش البيض البيض يبقى شاد راسو وما يطيحش. بعد ما تخلط نشوفو بحال هاد السيركل هذا. نحاولو هاد الجناب هذا ندهنوه بالزبدة باش ما يلصقش لينا. حاولوا ما يمكن تطلعوا الجوانب ديالهم بالطريقه هذه. دابا نخليو هادي على جنب،
ونمشيو للمرحلة الثانية. نحتاج هنا عاوتاني في المرحلة الثانية البودرة اللوز 150 غرام، وغادي نحتاجو 150 غرام ديال البيض، وغادي نحتاجو هنايا 30 غرام ديال الدقيق الأبيض لافارين، وغادي نحتاجو هنايا السكر الخشن 150 غرام حتى هو، وغادي نحتاجو هنايا الزبدة 150 غرام. ممكن ديرو الزبدة النباتية، ولكن من الأحسن الزبدة الحيوانية تكون ألد. تبعو معايا إلى الآخر. غادي نشدو هنايا الزبدة، وغادي ندير فوقها هنايا مع السكر، ونخليو يتخلط مزيان، ونزيدو عليه هاد البيض، ونزيدو عليه اللوز، وغادي نزيدو عليه الطحين في الأخير. تبعو معايا للأخير. يجي بهذا الشكل هذا، طريقة راه سهلة، وتنتمنى الدعم ديالكم والاشتراك مع الأصدقاء وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. تنجيبو هاد لاباري صابنة قبيلة، ونضيفو ليه هاد الحشوة بسم الله بهاد الطريقة هادي. تجي روعة في المذاق، وهادي أغلى نورمالمون راه تدار في هاد الكيك، تدار في داك ليبيش ديال تدار في ليبيش ليمو ديال ليبيش، خاصة بليمو ديال ليبيش. المهم كنقادها، بعد غادي ندخلها للفرن 180 درجة الحرارة مدة ديال 25 دقيقة حتى نصف ساعة. أو من بعد ما طاب لينا راه مازال سخون، كيكة تجي غاية في الروعة.
نتوما من الفوق ديال ولا اللي بغيتو اموندي فيلي ولا المهم تبقى الاختيار ديالكم. هي نورمالمون تدار ليها اموندي فيلي في الديبار ديالها محمر وتدار ليها تتزوق باموندي فيلي كلها تجي من الفوق ومن الجناب. انا ندير لها الشوكولاط بحال هكا هاد فيرميسيل وما تنساوش الاشتراك ودعم القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى في الحلقة الجاية إن شاء الله.